فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في كتاب الحج: المتمتع الذي يعلم أنه لن يجد الهدي، أنه لن يجد هديا، فعليه صيام 10 أيام، هل له أن يصوم 3 أيام من حين يحرم بعمرة التمتع؟ نعم، من حين يحرم يصوم 3 أيام إلى يوم عرفة، كل هذا وقت لصيام 3. فإذا جاء يوم عرفة فإنه لا يصوم، ويصوم 3، يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا عن دم متعة أو قران. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.